السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج أرقام وحقائق، وموضوع هذا الأسبوع حول التحول الإلكتروني في الخدمات البلدية. تسريع التحول للحكومة الإلكترونية في الخدمات التي تقدمها بلدية مسقط أو بلدية ظفار أو البلديات الإقليمية من خلال إيجاد قنوات أكثر فاعلية من الخدمات والبرامج، وخاصة تلك التي تعنى بتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، سوف يسهم في تمكين الأفراد والمؤسسات وتسهيل إنجاز الأعمال التجارية. ويرى مراقبون أن من ضمن المعوقات في سبيل تطبيق الحكومة الإلكترونية تتمثل في عدم وجود المعرفة الكافية بأهمية الخدمات الإلكترونية ومردودها الإداري، وغياب الرغبة الحقيقية في تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصالها بكل سهولة ويسر للمستفيدين منها من قبل أهل الاختصاص، مطالبين بضرورة أن تتعاون كافة الجهات الحكومية والخاصة. وعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي المعاملات غير الإلكترونية للبلديات الإقليمية في مجال إباحات البناء الكبرى السكنية فقط للعام 2015 حوالي 29,300 طلب. هذه الأرقام التي ذكرتها والتي أيضا خلال البرنامج ستظهر على الشاشة أخذناها من الموقع الإلكتروني لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، نظرا لامتناع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عن الإدلاء بالأرقام والإحصائيات لعام 2016 التي طلبناها للبرنامج، وكذلك اعتذارها بين قوسين عن المشاركة. أرحب بضيفي الحلقة لهذا الأسبوع، سعادة محمد بن سليمان الكندي، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، ممثل ولاية نخل. أهلا بك سعادتك. أهلا بكم ومرحبا بجميع المشاهدين الكرام، إن شاء الله نكون ضيفا يعني خفيفا على هذا البرنامج. أهلا سعادتك. وأيضا أرحب بالفاضل مبارك بن مسعود الشبلي، أحد أصحاب الأعمال ورجال الأعمال في السلطنة، وأيضا هو عضو سابق بمجلس الشورى. أهلا بك أستاذ مبارك. حياك الله. إذن مشاهدينا، أيضا ستكون لدينا مداخلات عبر الهاتف. نبقى مع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة انتصار الشبلية، ثم بعد ذلك نعود للحوار. التحول الإلكتروني جسر المؤسسات الخدمية نحو مزيد من التسريع في تلبية احتياجات مرتاديها. بلدية مسقط والبلديات الإقليمية في مختلف محافظات السلطنة من أكثر المؤسسات التي ترتبط معاملاتها بغيرها من المؤسسات، وهو ما استدعى تفعيل حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تفتح الباب أمام المستفيدين لتسهيل أكبر في تخليص المعاملات. فهل الحزم الإلكترونية المفعلة حالياً تلبي احتياجات المواطن والمقيم؟ تطبيق الاستراتيجية الوطنية نحو خطة التحول الرقمي في مختلف المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور هو مسعى تؤكد العديد من المؤسسات حرصها على المضي في تنفيذه. فأين هي البلديات الإقليمية في بقية محافظات السلطنة من هذا المسعى؟ يشتكي البعض من قصور في تفعيل الخدمات الإلكترونية، وهو ما يترتب عليه عرقلة إنجاز المعاملات المرتبطة إلكترونياً مع الجهات الأخرى. فكيف تنظر بلدية مسقط والبلديات الإقليمية لمثل هذه العرقلات؟ خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية ما هي إلا رسم خارطة طريق لإنجاز معاملات المستفيدين؟ فهل يتم إشراك المستفيدين في رسم هذه الخارطة؟
حياكم الله معنا مشاهدينا في حلقة هذا الأسبوع من أرقام وحقائق. طبعا موضوعنا حول التحول الإلكتروني في الخدمات البلدية. نذكركم مرة أخرى بأن الإحصاءات والأرقام التي ستظهر على الشاشة هي من الموقع الإلكتروني لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. طلبنا منهم الإحصائيات ولكن رفضوا إعطانا إياها، كذلك رفضوا أيضا المشاركة في هذا البرنامج. أبدأ معك سعادتك، يعني الأرقام دائما التي أخذناها من موقع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، أيضا هناك بعض الأرقام في بلدية مسقط تشير إلى ارتفاع كبير في عدد الطلبات المقدمة للبلديات بمختلف أنواعها. طبعا هناك من ينظر أن البلدية تأخرت فعلا، سواء كانت بلدية مسقط أو البلديات الإقليمية تأخرت في مسألة التحول الإلكتروني، مما يسبب عرقلة في تخليص كثير من الأعمال. بالإشارة لهذه الأرقام، كيف تنظر أنت لهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني خدمات البلدية تمس يعني جميع شرائح المجتمع، يعني من يعني في جميع جوانبها حقيقة. الحياة يعني في البلدية دائما دؤوبة، والعمل في البلدية دائما مستمر وفي مختلف أشكاله، من إباحات البناء ومن خدمات رصف الطرق ومن خدمات حتى في وزارة البلديات لحفر الآبار وما شابه ذلك. هذه الخدمات يعني تمس المواطنين بشكل مباشر حقيقة، ووزارة البلديات مثلها مثل كثير من الخدمات الخدمية يعني تعنى بشكل كبير بالمواطنين، وما فقط بس المواطنين والمستثمرين وجميع من يتعامل مع هذه الوزارات. كثير من المعاملات لأننا مجتمع نامي، مجتمع يعني يتحول بطريقة كبيرة يعني وينمو بطريقة كبيرة، فهذا المجتمع يعني يحتاج استيعاب الخدمات الخاصة فيه. طبعا الخدمات متنوعة وكثيرة، ولكن يمكن سعت بعض البلديات، بلدية مسقط، بلدية الظفار، وأيضا وزارة البلديات الإقليمية ممثلة في بلدياتها في الولايات، سعت في التحول الإلكتروني من خلال الخطة الحكومية اللي موجودة التي رسمت، والتي من المفترض أن تكون 2015 يعني كان المفروض التحول الإلكتروني بشكل كامل ونهائي، ولكن هناك أكيد هناك بعض العقبات التي واجهتهم، وهذا يعانيها حقيقة المجتمع حاليا. الكثير من الخدمات لا تزال يعني ما ليست إلكترونية، وهناك بعض الخدمات التي يعني يحسب لها أنها إلكترونية لكنها ليست إلكترونية حقيقية، هي شبه إلكترونية، مثلا طباعة استمارة PDF أو توصيلها للمحطة وما شابه ذلك، هذه ليست خدمات إلكترونية، هذه استمارات إلكترونية. يعني ممكن أنها مرحلة، ولكن يجب أن نذهب إلى التحول الإلكتروني. طبعا التحول الإلكتروني يبدأ من الجاهزية من خلال طبعا الشبكات، قواعد البيانات، نفس الشيء الخوادم او السيرفرات باللغه الانجليزيه اسمها، هذه الجاهزيه العامه لاي مؤسسه لازم يجب ان ترتكز عليها، ومن ثم تبدا مرحله ان تواجد في الشبكات، يعني من خلال مواقعهم، المواقع الالكترونيه، تواجد هذه الوزارات او هذه البلديات في شبكه المعلومات، ومن ثم ياتي تفاعلهم مع المجتمع، كيف يتفاعل مع المجتمع أيضا، يعني بعد تواجدهم يجب أن نسوق للموضوع، ما فقط نعمل الخدمة وننساها، لا، يجب أن نسوقها ونتفاعل مع المجتمع، المجتمع يعرف هذه الخدمة، ومن ثم يبدأ التعامل بينه، وآخرا يصل للتحول. فهذه المراحل يجب أن يعني الوزارات أكيد يعني معنية فيها، وكثير من الخدمات وصلت مراحل جيدة، ولكن كثير من الخدمات كثير من الخدمات المواطنين لا زالوا يعانون منها، وأدت إلى تأخر الكثير من الخدمات لديهم. يعني سعادتك أنت ذكرت أنه المفترض 2015 نكون خلاص تحولنا إلكترونيا في هذا الجانب، يعني ونحن اليوم 2017 وما زلنا نحس أننا ما زلنا في البداية، كأننا لا زلنا نخطط، يعني المفترض الحين التنفيذ انتهى في 2015 في مسألة التحول الإلكتروني، إلا لا زلنا اليوم عندما نجلس مع هذه الجهات لا زالت تخطط في مسألة التحول. قد أنا أقول أنه يكون هناك بعض العقبات مثل ما تفضلت موجودة، طيب إذا كانت هذه الجهة واجهت هذه العقبات، لماذا لم تواجه الجهات الأخرى؟ خلنا نضرب مثال ولنكون شفافين، شرطة عمان السلطانية، وزارة القوى العاملة، وزارة التجارة والصناعة، كلهم قطعوا شوط كبير في مسألة التحول الإلكتروني.
أكيد صادفوا عقبات وأكيد حلوها، ولكن هم موجودين على الوقت حسب ما خططوا يعني. طيب هذه الجهات يعني مثل البلديات هذه، يعني أسباب التأخير إيش؟ هل هي معاملاتهم أكثر كثافة عن الشرطة، أكثر كثافة عن وزارة القوى العاملة؟ هل هي سرية أكثر عن وزارة القوى العاملة، أكثر عن وزارة التجارة والصناعة وباقي الجهات، وزارة التربية والتعليم؟ ما أعتقد إنه راح تكون هي كلهم إذا كنا يعني نقيسهم بنفس المستوى. فأين العذر يعني؟ وإذا كنا نقول اعتمادات مالية وما شابه، هذا العذر اللي دائما ما نقف عليه، فنقول إنه ما خصص لهذه الوزارة أعتقد خصص للجهة الحكومية الأخرى. هو صحيح في بعض الإشكاليات تكون في الاعتمادات المالية، وهل هو معذور؟ شوف، في أي عمل ممكن أنك تعذر شخص، تعذره ويقول لك إنه عندي أسباب هكذا وهكذا، هذا هو معذور، لكنه تصرفه غير مقبول. نعم. في النهاية يعني حتى لو كان معذور لكن تصرفه غير مقبول، يعني لأنه في النهاية إحنا ما ننتظر الأعذار، وننتظر إنه يا أخي لازم كل جهة تتصرف، كل جهة تعرف إن هذا الهدف تصله بأي طريقة كانت، يعني هذه مسؤوليتها حقيقة. مهما كانت الأعذار فهي أعذار مقبولة يعني كعذاب، ولكن التصرف غير مقبول، يعني الوصول النتيجة غير مقبولة. هذا اللي يجب أن نركز عليه لكل المسؤولين في كل الوزارات، خاصة الخدمية، لأن الجميع يعاني. يعني إحنا دائما يعني الحديث إنه يعني كأعضاء في المجلس الشورى يمكن إنه نضرب قتامة للموضوع، ولكن نحن حقيقة نوصل صوت المواطن الحقيقي. إذن المواطن يوميا حقيقة يأخذ الكثير من الوقت لإنجاز معاملة بسيطة في بعض البلديات. طبعا بعض البلديات قامت بخطوات جميلة حقيقة، مثلا محطات إنجاز هذه اللي في وزارة البلديات، أيضا بلدية مسقط قامت بكثير من الخدمات الإلكترونية وهي واضحة للعيان، ومثلها يعني مثلا الدفع في مواقف السيارات عن طريق يعني رسالة نصية، مثلا عندك يعني الإباحات البناء حاليا عن طريق مكاتب الاستشارات في بلدية مسقط، ولكن هذا لم يحصل في وزارة البلديات. يمكن أنا أعتقد أنه قريبا سيحصل، لكن يجب التسريع في هذا الجانب، لأننا في الجانب الإلكتروني خاصة هناك تطور كبير. يعني مثلا إذا كان المسؤول اليوم في يخطط ل 2015 أنه يصل موقع الإلكتروني كان في ذاك الوقت، أنه يصل اليوم الجميع يتكلم عن تطبيقات الهواتف الذكية، ولازم نتكلم عن مواقع الإلكترونية. فهناك تسارع كبير في الخدمات أصلا الإلكترونية، هناك تطور في التكنولوجيا كبير. كل ما تأخرنا قليلا كل ما وجدنا أن الركب يعني يسبقنا بشكل كبير. فهو الموضوع ديناميكي، مهما وصلنا لمرحلة التحول الإلكتروني إحنا لن نصل، هناك مرحلة جديدة ستجد، وهكذا يعني. فيجب على الجميع أن يعي أن هذا يعني هذه الخدمات مهما يعني وصلنا فيها من مرحلة نحن نطمح للأفضل دائما. بالضبط. هذه هي. أستاذ مبارك، يعني لما رجعنا للإحصائيات، طبعا هي للأسف الشديد إنها ل 2015، يعني ما حصلنا ل 2016. البلديات اللي نشرته على موقعها إنه إجمالي مثلا عدد إباحات البناء أو إتمام البناء يعني الكبرى منها وصلت أكثر من 20,000 في 2015، وكانت تقريبا في 2014 قريبة أيضا من هذا الرقم. أعداد كبيرة جدا بالأرقام عندما نتحدث بها عن الأرقام من الطلبات التي يتم تقديمها للبلديات في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى بلدية مسقط. هناك سعادة ذكرنا هناك أيضا موجود تفاوت في الخدمات، مثلا بلدية مسقط نوعا ما بدأت تقطع شوط في مسألة التحول الإلكتروني، البلديات الإقليمية لا زالت كما هي عليه، لا زالت هناك بعض الجوانب الإيجابية، ولكن لا زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير يعني في هذا الجانب. يعني أين تجد أكثر المعوقات في جانب تقديم الخدمات من ناحية البلديات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعني أولا أهيئ لنبدأ في الموضوع. نحن الآن تقريبا يعني في القرن 21 والألفية الثالثة، فالزمن لا ينتظر أحد. نعم. ونحن جزء من هذا العالم وترامي الأطراف الذي نجد العالم من حولنا يتطور، فلا ينبغي حقيقة أن نكون خلف الركب في عمان. ومهما كانت هذه الأمور المالية ليست بمعوق، لأن يعني البنى التحتية والأساسية لتطبيق هذا البرنامج هو موجود، لكن نحن ينقصنا القرار الإداري الصحيح، هو القرار الإداري السليم
الذي ينبغي أن يتحرك إليه المسؤولون. فهذا التردد في عدم اتخاذ القرار حقيقة يدفع ثمنه القطاع الخاص في البداية والنهاية. فهم يتعاملوا مع قطاع كبير، ونحن نعرف الآن التحول إلى العالم الإلكتروني، هذه حقيقة سمة العالم المتطور، سمة البارزة. ونحن الآن نجد في وزارة القوى العاملة والشرطة حقيقة ارتاح المواطن كثير، ولو أن ليس 100% ولكنه ارتاح كثيرا جدا لهذا الأسلوب الذي اتخذوه أونلاين مباشرة. الخط يدخل من بيته المواطن ويقدم طلب عمالة أو غيره، لا داعي حتى يذهب إلى سند أو غيره. هذه الأمور ينبغي أن ينظر لها المسؤولين ويضعوها من أولويات التخطيط لوحداتهم، خصوصا لأنهم هم وضعوا ليقدموا خدمة للمواطن، ليقدموا خدمة للاقتصاد الوطني، ليقدموا خدمة للمجتمع بأسره. فلا ينبغي أن نكون الخدمات هذه تقف عند قرار إداري. وأنا متأكد الآن، تأكد لي بعد معرفتي هذا، أن الموضوع فقط هي القرار الإداري الصحيح لم يتخذ. ولو وجد القرار الإداري لسخرت جميع الإمكانات المادية والمادية، وسنصل إلى ما نصب إليه. نحن دائما نعيش في الخطط الخمسية وغيرها، ونجد الكثير من الخطط الطموحة، لكن عندما لز بهذه الخطط إلى حيز التنفيذ وللإنجاز، نجد أن هنالك فجوة كبيرة بين الخطة الموضوعة وبين التنفيذ لهذه الخطط. يسحب هذا على جميع وحدات الحكومة حقيقة، لا تعفى عنه شيء. الذي نراه والذي نعاني منه حقيقة هو أن عندما يكون الطلب روتيني يدوي تقليدي، يذهب لموظف ويقدم هذه الوثائق، يعاني فيها القطاع الخاص ويعاني فيها المواطن الكثير من المشاكل. أول هذه المشاكل أنه يأتي إلى الموظف، والموظف هنا له الحرية، يعني لأتفه الأسباب يقول تعال غدا أو بعد أسبوع، راجعنا بعد أسبوع. كم من الوقت اللي يضيع، كم من الفرص الاستثمارية اللي يخسرها القطاع الخاص بسبب هذا التلكؤ في تنفيذ هذه الخدمات. نجد أن هذه الإحصاءات التي تفضلتم بها إحصاءات قديمة، فكان ينبغي الشفافية حقيقة، ينبغي أن يكون هناك في شفافية. والآن لدينا نحن في عمان متميزين في الإحصاءات، ستلايت يعني إحصاءاتنا من أحسن الدول تقريبا في أقل في الإعلانات عنها. نعلن عن ما عندنا من إحصاءات. فهذه الإحصاءات التي تفضلتم بها هي قديمة، الآن مضى عليها 3 سنوات، نحن وربما ضعفها الآن. نعم، أردنا أن تكون الإحصائيات جديدة، لكن هذه هي الجهات وتمتنع عن إعطانا هذه الإحصائيات والأرقام. نحن ما إلنا أيضا صحيح. يعني سلطة أن نجبرهم على هذه. الجانب الآخر اللي أريد أتكلم فيه أن نحن أيضا هذه دولة، والدولة حقيقة يحتاج إلى الآن حتى لو وضعتها الموظفين لا يستطيع أن يستوعب هذا الكم الهائل من التغيرات ومن الطلبات التي يحتاجها المواطن. فلا بد حقيقة إلا أن نتحول بشكل سريع ومتزامن، لا يمكن أن تأتي جهة واحدة تطبق النظام ثم تأتي الأخرى. وأنا أستغرب من بلدية مسقط، ما الذي يجعلها تسير بهذا؟ خلينا نقف على بلدية مسقط، يعني ما هي أهم الملاحظات اللي وجدتها أنت مثلا في بلدية مسقط؟ يعني لا زالت الخدمات الإلكترونية فيها غير متاحة إطلاقا. يعني مثلا الآن الترخيص البلدي حسب ما سمعت يمكن أن يعني يكون إلكترونيا، ولكن قبل أسبوعين بنفسي رحت إلى البلدية وكان يدوي، وكان طابور من الناس وبأرقام طويلة، وجلست قبل أسبوعين تقريبا. الأمر الآخر إذا يعني عملية أيضا الاستفسارات ومعرفة الإمكانات الموجودة وكيفية الوصول إلى هذه المعلومات يكون العسير على الواحد. مثل عنده مشروع اقتصادي يريد يبحث عن معلومات وبيانات، يدخل في موقع من مواقع يجد الأرقام إما تكون تقديرية أو أن الأرقام ما موجودة أساسا غير متاحة. بهذه الطريقة حقيقة يعني من سيقدم على أن يستثمر ويغامر؟ والمستثمر بصفته جبانا لأنه يضع أمواله في النهاية، هو بحاجة لهذه الأرقام ماسة جدا. ثانيا عملية الشفافية هذه مهمة،
جدا ينبغي أن يكون هناك شفافية كبيرة، وخاصة إذا يعني تكون أزمات اقتصادية من ضمن الحلول الاقتصادية لها الشفافية، لأن إذا كانت لا توجد شفافية فتوجد مكان شفافية ضبابية أو رمادية يكون الأمر غير واضح إطلاقا. فنحن نأمل من بلدية مسقط التي كانت حقيقة فيما مضى كانت سباقة إلى مثل هذه الأمور، الآن نجد أن تغير الإدارة تغيرت تماما وأصبحت يعني خدماتها متعثرة إلى شكل كبير. يعني طيب أستاذ مبارك، ممكن البلدية تدافع عن نفسها بقولها أني أنا فتحت الفترة الصباحية والفترة المسائية لتخليص المعاملات هذه، وإن كانت ورقية وإن كانت بدائية وإن كانت تقليدية إلا أنها يعني فتحتها في فترتين صباحية ومسائية. نعم، لكن هذا حل، لكن كما تعلم أن بلدية مسقط الآن هنا في محافظة مسقط، وهو حقيقة يعني التركيز الاقتصادي كثير فيها، يعني غير عن الولايات الأخرى أو المحافظات الأخرى. فهنا يعني نأخذ نحن أكثر من تقريبا 40% إلى 50% من الاقتصاد يكون هنا، فلا يكفي هذا العدد. وأيضا هناك من ضمن الملاحظات الحقيقة المؤسفة في البلدية، فتحوا المساء لكن إذا ذهب الشخص ويأتي ودخل ويأتي في الوقت من فتحه مثلا من 2:30 إلى 6، جئت ووصلت إلى الساعة الرابعة تقول خلاص الآن فاتك القطر وخلصت الأرقام تعال بكرة، فهي العملية ما انحلت المشكلة. ما انحلت، خلينا نكون صريحين، ما انحلت المشكلة. يعني أنت فتحت لفترتين لكن الأرقام عندك ساعة لحقت أو ما لحقت، والموظف يحسب حسابه متى أخرج ويطلب من صاحب الأرقام قف عند رقم الفلاني لا تزيد خلاص ما نطلع حتى ماذا. فبالتالي ليس حلا وإنما هو ترقيع. طيب رقعة. طيب أستاذ مبارك، يعني هنا هذا الكلام يسوق لي لسؤال آخر، يعني المفروض من أصحاب القرار إنهم يعوا أكيد بما أنه هذه المشكلة تحصل، إذن هناك شكاوى من المواطنين ومن المراجعين لأنه جيت والله ما حصلت رقم. من حق الخدمة أنا كمواطن أنا أقدم خدمة وأدفع لهذه الخدمة، أنت تجبرني بوقت ساعة أني أجي أسابق الوقت أني أخذ رقم وأنت فاتح المجال إلى الساعة 6 إلى السابعة مثلا، نظامك ممكن يكون عطلان وهذا موضوع آخر ويكبدني خسائر. صحيح. طيب أصحاب القرار المسؤولين المعنيين المدراء العموم وغيرهم ومن في حكمهم، يعني ما يستمعوا لشكاوى هؤلاء المواطنين؟ ما ينزلوا يشوفوا المحطات هذه مما تعاني؟ يعني عندما يأتي مواطن ويقف في طابور ينتظر رقم معين ويقال له والله الرقم ما خلاص، إن احنا فتحنا ساعة الأرقام وانتهى الموضوع، باقي نخلص هذا ولا ونتوكل على الله، تعال بكرة. ممكن يكون يصادفك انتهاء للغرض اللي انت جاي منه. طيب وين المسؤول اللي راح ينزل للمواطن ويطلب منه يعرف الشكوى اللي يتقدم فيها أو الازدحام اللي يعاني منه؟ هنا نفتقد هذا الوجود هذه في 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 شتى المحطات اللي هي تقدم خدمة سواء للمواطن أو للمستثمر. نحن نامل حقيقة أن يكون المسؤول ملامس وينزل إلى الميدان ويلاحظ ويراقب، حتى لو وجد المسؤول، أحيانا وجد المسؤول رئيس قسم أو شيء من هذا القبيل، لكنه لا يؤخذ برأي المراجع إطلاقا. وحقيقة ينتابني هذا ليس في جهة محددة وإنما أيضا ثقافة العامل غير موجودة لدى الموظفين، فعندما ينظر إلى المراجع ينظر إليه النظرة اللي إنه هو محتاج لي أتى إلي بخدمتي. فهذه الثقافة ثقافة تأدية أعمال غير موجودة عن موظفين الدولة بكامل، فينظر إليه بالنظرة الدونية. لذلك نحن نأتي أحيانا إلى مدير في وزارة من وزارات نفسي ثم يأتي ويقول الآن 1:30 لا ما قابلك أرجع، هذا حدثت معي بنفسي شخصيا وغيرها من الأمور. فهنا اللي يعني نحن نأمل هذا إذا كان ما أغلق بابه برقم سري، يعني وحن نأمل أن يكون هناك في دورات وإعطاء هؤلاء الموظفين كيفية التعامل مع المراجعين، وليعلم أنه ما وضع ويأخذ من مال العام للدولة، مال المواطن هو اللي أخذ راتبه، ما وضع إلا لتقديم خدمة لهذا المواطن. نعم. كون أنه ينظر إليه نظر دونية هذا جهل من هذا الموظف. نحن لا نعمم إطلاقا ولكن يوجد هذه الصيغة. طيب أستاذ مبارك، خلينا بس نتابع هذا الاستطلاع الذي يعني أعده الزميل شاذان المندري
من محافظة مسقط، نشوف هذا الاستطلاع سعادتك، وأيضا أستاذ مبارك نتابع هذا الاستطلاع ما دمنا نتحدث في حدود محافظة مسقط وبلدية مسقط، إذن نتابع هذا الاستطلاع. الانتظار طويل، من ساعة ونص إلى ساعتين تقريبا، ساعة ونص، يعني أنت خلاص تعطل عملك كله. إذا تريد في جهة ثانية من غير البلدية أنت تعطل عملك خلاص هنا في البلدية. مشكلة عندنا حين التطبيق الإلكتروني ما مفعل في البلدية، أنا من الساعة 8 واصل هنا لأن الساعة 11 بعد معاملتي ما خلصت، أنتظر دوري على الموظف، والموظف آخر المطاف يقول لك يا السيستم خربان يا السيستم معطل، وانت قاعد تنتظر هذه الفترة الطويلة. المخالفة إذا جاءت على مخالفة من مقابل مسؤول أو موظف معني في التفتيش خالفنا، جينا راجعنا الجهة المسؤولة اللي هي جهة المخالفات بحث قانوني، راوينا الأوراق الرسمية والتراخيص، قلنا له هذه المخالفة خلاص ملتغية. يجينا موظف ثاني، موظف جديد بعد فترة، ويجيبنا نفس المخالفة، يجدد عقود. نشوف شوية في تأخير في تغيير الأرقام في العقود، مرات تكون شغالة زين، مرات تشوف الكاونترات ما كلها شغالة، يعني في موظفين موجودين لكن ما كلها شغالة. فلو العملية أسرع كان ما خف التأخير له من ساعة وطالع، وأحيانا أكثر من قسم خرائط والبناء، وهذا تطول دائما لأن نظروها تأخذ بالأشهر. فأحس لو في مجال إني يسرعوا هذه العملية يكون زين. يعني أنا وصلت تقريبا الساعة 10:30 ولحد الحين خلصت، يعني ساعتين وربع جالسين هنا. مشكلة تأخير المعاملات، تأخير تخليص المعاملات في بعض الأوقات، إنه بحكم إنه تيجي الساعة 10 يقولك خلاص الأرقام خلصت، يعني تعال بالبكرة. نجيت الأسبوع الماضي كان نفس الشيء، كان متعطل السيستم. ليش ما يكون هذا يعني الإلكتروني؟ ليش ما يكون يتوفر في هذه القاعة الإلكتروني؟ حياكم الله معنا مشاهدينا. إذا هذا الاستطلاع كان في نطاق محافظة مسقط. أتحول مباشرة للأخ عبد الله بن سالم الصواعي، تخصصي أول في تقنية المعلومات ببلدية مسقط، موجود معنا عبر الهاتف. أخ عبد الله مرحبا. مرحبتين، أهلا وسهلا أخوي. يعني أنت استمعت يمكن للاستطلاع معنا قبل قليل، واستمعت أيضا لضيوفنا اللي موجودين في الاستوديو. نحن نتحدث عن التحول الإلكتروني الآن، هذا وهؤلاء مواطنين من مراجعين لبلدية مسقط، يعني يشتكون أنه أنا والله أجي في الساعة الفلانية ويقال لي الأرقام انتهت، المعاملات كثيرة التي يتقدم بها المواطن أو المواطنين إلى بلدية مسقط في مختلف فروعها الموجودة في المحافظة، إلا أن التحول الإلكتروني لبلدية مسقط لا زال في بدايته. كيف ستحل مسقط أو بلدية مسقط هذه الإشكالية؟ الله يسلمك أخوي، ونعتذر في البداية عن إذا صار أي تأخير في معاملات المراجعين. في النهاية نحن هدفنا ونسعى إلى رضا المستفيدين. نعم. لذلك نعمل وبجل الاهتمام لتوفير والتحول الإلكتروني. الجميع يتفق أن موضوع التحول الإلكتروني في الجهات الحكومية بشكل عام لكي نصل للحكومة الإلكترونية مطلب الجميع وضروري، مثل ما اتطرقنا أنه هو فائدة لجميع الأطراف. نعم. مش فقط للجهة الحكومية لضمان سرعة وجودة تبسيط الإجراءات، لكن أيضا نبغى نوصل لرضا المستفيد، يعني نبغى نخفف منه أعباء المعاملات، ما نريد يتردد كثير إلى صالات المراجعين، ما نتمنى إنه أيضا يأخذ وقت في تجهيز الأوراق والأشياء المطلوبة لإنجاز المعاملة. نعم. كل هذا نصب عيننا وجالسين نشتغل في خطة للتحول الإلكتروني. أنا ما نبغى يعني ما نبغى نتحدث كثير عن الوضع الحالي، لأن بالفعل نحن نتفق إن هناك أزمة، عدد كبير من المراجعين ايضا العدد الكبير هو اللي مسبب الاشكاليه، يعني ايضا بنسبه تناسب عدد الموظفين الى عدد المعاملات التي ترد الى صالات المراجعين، هذا يشكل ضغط. نعم. ايضا ما ننكر ان بين وقت ووقت يصير هناك ايضا خلل في النظام الداخلي، وهذا الشيء يعني يحصل.
نبغى نتكلم عنه اكثر، نبغى نبشر المستخدمين ان في هناك توجه وفي هناك عمل لتحويل العديد من الخدمات الالكترونيه، وبتكون ان شاء الله ممكن في القادم اشرح لكم عن الخدمات اللي راح تكون موجوده واللي موجوده حاليا. نعم. ايضا كخدمه الكترونيه. تفضل. طبعا الحراك اللي الشديد الكبير اللي يخص التحول الالكتروني كان بدايته من 2011 عندما مجلس الوزراء وصى بجميع الجهات الحكوميه بالعمل في هذا الموضوع والتركيز فيه، فوضعت الخطط وشكلت اللجان وشكل الفرق التنفيذيه والمسانده هذا الجانب. حصر الخدمات اللي تم واللي تم توثيقه واللي تم بعضها اعاده هندسه اجراءات الخدمات هذه من جانب أرقام، نجد أن أكثر من 80 خدمة هي يستفيد منها المستفيد الخارجي من الخدمات اللي تقدمها البلدية كترخيص البناء وتراخيص البلدية ومواقف السيارات وعقود الإيجار. نعم. تقريبا 85% من هذه الخدمات متوفرة بشكل إلكتروني داخلي حاليا. لكن هذا التواجد الإلكتروني الحالي داخلي نتيجة لضغط المعاملات أعتقد أن المستفيد يواجه صعوبة في تأخر المعاملة. لكن في نفس الوقت 85% من هذه الخدمات 40% الحين متوفرة بشكل إلكتروني، ويستطيع المستفيد، هذه عادة مثل ما تقول بشارة اللي أنا أريد أوصلها للمستفيد اللي يراجع وصالات المراجعين، إن 40% حاليا من خدمات البلدية متوفرة عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، عبر موقع البلدية الإلكتروني، عبر مركز اتصالات البلدية، عبر تطبيق على الهواتف الذكية اسمه تطبيق بلديتي. يمكن نوعا ما في تقصير في الترويج عن هذه الخدمات، والمرحلة القادمة إن شاء الله راح يكون هناك اهتمام وتعريف واسع عن الخدمات الإلكترونية هذه. عندنا خدمة إلكترونية بدينا فيها من أكثر من 4 سنوات وهي خلاص صارت خدمة إلكترونية ذاتية وفورية في نفس الوقت، اللي هي خدمة تراخيص البناء. الحين معظم خدمات تراخيص البناء اللي موجودة عندنا في إدارة تراخيص البناء إلكترونية بشكل كامل. أصحاب مكاتب الاستشارية الفنية المعنية بالخدمات الأبنية خلاص تنجز جميع معاملاتهم عبر البوابة الإلكترونية. بالنسبة للي يراجع صالات المراجعين اللي في المديريات الخدمية، نحن نقولهم إن عندكم الحين خدمة تجديد الترخيص البلدي متوفرة عبر البوابة الإلكترونية البلدية مسقط، وأيضا متوفرة عبر تطبيق بلديتي. ذكر أحد، سمعت لأحد المداخلات في التقرير إن يتمنى وجود أيضا خدمة إلكترونية في صالة المراجعين. وإن شاء الله خلال الأسابيع القادمة راح يكون هناك في كل مديرية مركز عبارة يوفر أجهزة من خلال أجهزة ذاتية، من خلال هذه الأجهزة الذاتية إذا الشخص ما يرغب في الانتظار ممكن إنه يتوجه إلى الجهاز الذاتي هذا ويقدم خدمته ويحصل على الخدمة مباشرة من خلال الأجهزة الذاتية هذه. نعم أخ عبد الله، فقط كنقطة، النظام الحالي اللي تعمل عليه بلدية مسقط، في حال إنه تعطل هذا النظام اللي موجود هو ما دائما مثل ما استمعنا وأيضا ضيفي الموجود هنا على الاستوديو، عندما يتعطل هذا النظام مما يشتكي المراجع، يشتكي إنه والله لو علي غرامة وحصلت أنا إني عندي اليوم الأخير في عملية مراجعة والنظام تعطل، يقول لي تعالي اليوم الثاني تفرض علي الغرامة، يدفع أو الخطأ أو مثلا عرقلة النظام أو ما يحدث للنظام من تأخير أو من عطل يتكبد مشكلته المراجع، هو يدفع الغرامة وملزم بأنه يقوم بدفع الغرامة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنه البعض يقول أنه والله بلدية مسقط تأخرها في عملية الربط الإلكتروني يعرقل أيضا مسألة التقدم الإلكتروني في الجهات المرتبطة بها وهي الأخرى كالقوى العاملة، وزارة التجارة والصناعة، شرطة عمان السلطانية. أنا مثلا عندي سيارة أريد أجدد هذه السيارة وهي تتبع لي لمؤسسة معينة، لازم أروح أخذ رسالة ورقية من البلدية حتى أوصلها لشرطة عمان السلطانية. غياب هذا الربط الإلكتروني يسبب أيضا، ليس عرقلة فقط للمراجع، حتى للجهة الأخرى أيضا راح تضطر أنها
تأخذ بالمعاملات الورقية. أنت تفضلت أنه أنتم ماضون وهذه حاجة تشكر عليها ولا ينكرها أحد، لكن يعني مسألة التحول لا زالت تمشي ببطء، ولا زالت هناك قد تكون هناك عرقلات تعذر عليها بلدية مسقط في 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 عملية التعامل مع قواعد البيانات وما إلى ذلك. لكن أنت تتحدث عن 40% هي عملية قنوات إلكترونية من ضمنها التراخيص وغيرها هي متاحة عن طريق التطبيق، لكن هناك أشياء أخرى أيضا الناس بحاجة إلى أنها تتحول إلكترونيا بأسرع ما يمكن. أتفق معك، وبنسبة كبيرة هذا التحول لله الحمد يعني موجود. أنت ذكرت الربط الإلكتروني، وذكر في التقرير مثال اللي هو ترخيص المركبات. أنا أقول لك، وممكن أن المراجع يدخل الحين على الموقع ويجدد ترخيص المركبة بدون لا يتعنى إلى بلدية مسقط، فقط يعبي بيانات المركبة ويدفع الرسوم ويستلم رسالة عدم الممانعة، وعلى طول يقدر يروح إلى أقرب مديرية للمرور لتسجيل مركبته. نعم. وهذه الخدمة متوفرة من فترة طويلة، لكن سيتم الإعلان عنها بشكل أوسع في القريب العاجل إن شاء الله. يعني عندي الحين فقط خلال آخر شهرين أكثر من 2000 طلب شهادة عدم ممانعة تمت من خلال بوابة الإلكترونية. فيما يخص الربط الإلكتروني، نحن نتوجه للجهات الحكومية بالشكر. نعم. صار ربط مع وزارة التجارة من خلال مشروع استثمر بسهولة. حاليا ما يتم يعني يتم جلب بيانات المستثمرين وأصحاب الشركات من خلال الربط الإلكتروني. تم الربط مع وزارة مع غرفة تجارة وصناعة عمان، ونستطيع أن نطلع على بيانات شهادة الترخيص شهادة الانتساب. الحمد لله، يعني من هذه كلها نتائج المبادرات الوطنية الإلكترونية اللي هو التكامل مع الجهات الحكومية. صرنا الحين مرتبطين مع الأحوال المدنية. نعم. فبالتالي هذا يغنينا عن الصورة من البطاقة المدنية. نعم. الربط الإلكتروني موجود، بس ثمار الربط الإلكتروني بتشوفنا خلال المستقبل القريب إن شاء الله. طيب عبد الله، أسألك متى ستتحول بلدية مسقط إلى التحول الإلكتروني؟ خلنا ما نقول 100%، 95%. الحين هي تقول يمكن متحولة بنسبة 40%، عشان نوصل ل 10% هذه بيتم إن شاء الله في القريب العاجل. لكن أحب أؤكد يعني أتمنى من هل يعني هل مثلا هل راح عملية التحول هذه أو النسبة هذه ال 40% هل ستزداد بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، متى بالضبط يعني؟ تعرف متى بتزداد؟ عندما تتخذ البلدية قرار جري بإلزام المتعاملين باستخدام القنوات الإلكترونية بدون الرجوع إلى صالات المراجعين. لأن الحين إيش اللي يصير؟ الخدمة الإلكترونية متوفرة، وصالة المراجعين أيضا تستقبل المراجعين على نفس الخدمة. بس اعذرني عبد الله، ما زال المواطن ما يعرفني في خدمة إلكترونية إلا لما يراجع. يعني هي حتى التعريف بالخدمة الإلكترونية لم تسعى إليها الجهة، يعني لم تسعى إلى تعريف المواطن بأن عندي خدمة إلكترونية، ما يحتاج والله تروح تزاحموا الناس في الصالات اللي موجودة. بهذا الجانب أنا أتفق معك، وبيكون في جهد هني مضاعف إن شاء الله يعالج هذا الموضوع بإذن الله. يعني إحنا بدينا مثل ما تقول في خدمة تراخيص البناء، اللي إن خدمة تراخيص البناء الفئة المستهدفة معروفة. نعم. وعملية التواصل معهم كانت جدا سهلة، فبالتالي أصبحت الحين إلزامية. نعم. يعني من ضمن الإحصائيات اللي نحن وجدناها على موقعكم على الإنترنت، يعني في 2013 هذه يمكن من إجمالي إباحات البناء أو إحصائيات الطلبات المقدمة، تقريبا أكثر من 17,000 طلب، يمكن هذا ما بينكم وبين مكاتب الاستشاريين يمكن؟ أي نعم، أي نعم. بالنسبة شوف، من بداية توفير الخدمة الإلكترونية أكثر من 36,000 طلب تم إنجازه من خلال البوابة الإلكترونية. نعم، واضح جدا. أخ عبد الله بن سالم الصواعي حاب تتدخل معه؟ إذا في سؤال حاب يتدخل معك للأستاذ مبارك، تفضل أستاذ مبارك. حقيقة نوجه للأستاذ يعني السؤال، هل موجود خطة زمنية لتطبيق النظام الإلكتروني؟ موجود لدى البلدية مسقط خطة نستطيع أن نقول فيها جدول زمني؟ هذا الجدول الزمني له تاريخه، ومتى نوصل لهذا؟ هل موجود الخطة هذه؟ هل موجود القرار؟ أم أن فقط مجرد اجتهاد من الأستاذ الآن
يقول نتمنى وراح نفعل ما غياب الخطة الموضوعة في البلدية. يعني عبد الله إذا كنت استمعت للسؤال، هل هناك من خطة تلزم بها بلدية مسقط نفسها في عملية التحول الإلكتروني، إن والله بنهاية كذا راح تكون كل خدمات إلكترونية بالزمن بالوقت بالوقت وبالتاريخ أيضا؟ نعم. شوف، تم وضع خطة وكانت بدايتها من 2012 ومفترض أنها كانت تنجز على 2015. نعم. اللي هي قبل سنتين، لكن مثل ما تعرف هناك عدة عوامل ممكن أن تأخر إنجاز بعض الأولويات اللي كانت مرسومة. مثل إيش هذه العوامل مثلا عبد الله؟ العوامل مثل ما ذكرت، يعني نتكلم عن تصحيح وتنقيح مثلا بعض البيانات الخاصة بالمستفيدين، بحيث أنه ممكن أن يكون النظام الداخلي يكون جاهز للخدمة الذاتية. عندك أيضا عدم جاهزية بعض الجهات الحكومية، يعني أنا أتكلم عن لو ما كان عندنا التصديق الإلكتروني اللي هو يساعدنا في التحقق من هوية المستفيد وصاحب الخدمة، لو ما كان عندنا البوابات الدفع الإلكترونية واللي هي كل هذه مبادرات وطنية، يعني مثل ما تقول استفدنا منها في آخر 3-4 سنوات، لو ما كان في ربط وتكامل ما بين الجهات الحكومية، هذه العوامل أول ما تمت ما توفرت لنا بدينا نسرع عملية التحول الإلكتروني. نحن الحين يعني كان عندنا خيار إننا نتحول من العمل الورقي البيروقراطي إلى عمل إلكتروني أيضا بيروقراطي، لكن نحن هدفنا للتحول الإلكتروني إن تكون الخدمة إلكترونية ذاتية وفي نفس الوقت أيضا فورية، يعني ما يضطر إن العملية علشان الوقت عبد الله فقط. أنا أوضح أني أستشف من كلامك إنه هو ما يوجد تاريخ محدد، ولكن أنتم ماضين بعملية التحول بمرحلة مرحلة، إذا كنت تتفق، إذا كان هذا الكلام هو ما تقصده يعني. ليس هناك تاريخ محدد، ولكن هناك مرحلة جالسين تمشوا عليها. هو من الصعب ان احنا على حسب الخدمات، لكن من الصعب وضع تاريخ معين للتحول الالكتروني بشكل كامل 100%. يمكن يحتاج من اصحاب القرار انهم يحطوا تاريخ محدد يعني في هذه الحاله، اذا كنت يعني يجب ان يكون هناك قرار يتخذ وجريء انه انا راح اكون في التاريخ كذا متحول الكترونيا، حتى المواطن يكون على وعي بهذا الجانب. بإذن الله. بس تعرف الخدمات البلدية مختلفة ومتنوعة، القطاعات أيضا عديدة فيها. طيب باختصار راح يداخل معك بس الأستاذ مبارك، باختصار أستاذ مبارك. نعم، بالنسبة إلى الخطة الموضوعة اللي وضعتوها من 2011-2015 ولم ينجز منها إلا 40%، هذا حقيقة يعني أعطانا خيبة أمل في البلدية، ونحن كنا نثق في البلدية أنها تكون يعني سباقة لباقة إلى الإنجاز. فإذا كان وضعت الخطة حقيقة من 2011 وإلى 2015، والآن يقول الأستاذ نحن في 2017 ويقول 40%، إذن لا توجد خطة. نستطيع أن نقول أن هنا ليست خطة جادة، وإنما كانت خطة متأرجحة لم يركز عليها ولم تطبق. وإلا ما هي عن الأسباب اللي خلت عن زاد سنتين ولا زلنا في سنتين؟ نحن نأمل أن البلدية تعود كما كانت، تعود كما كانت من قبل 2011، كانت تضع الخطط وكان هناك دراساتها جيدة، وكان تسعى حقيقة إلى تقدم خدمات جيدة في محافظة مسقط تشكر عليها. نعم. الآن تقهقرت ونجد أن الخدمات قلت، ونجد أن أيضا يعني أصبح ليست كما عرفناها من قبل. غلي بس باختصار عبد الله، تعلق الله يخليك على الأستاذ مبارك على أساس أنه الوقت فقط يعني. والله شوف، إذا بنقيس عملية الإنجاز بالنسبة، فأنا أتوقع أن الإنجاز نسبته طيبة وكان على حسب الخطة المتوقعة. عندنا الحين خدمات إلكترونية ذاتية وفورية، عندنا مركز الصراف متطور، عندنا تطبيق على الهواتف الذكية. الزحمة اللي صايرة في صالات المراجعين هذه بتخف بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة بإذن الله. طيب شكرا جزيلا لك عبد الله بن سالم الصواعي، تخصصي أول تقنية معلومات ببلدية مسقط، شكرا جزيلا، حتى أيضا نعطي المجال أيضا للبلديات في باقي المحافظات هذا فيما يخص سعادتك بلدية مسقط. استمعت إليه، استمعت أيضا لمداخلة أستاذ مبارك مع الأخ أيضا عبد الله. البلديات أيضا بصفة عامة عندما نتحدث عن البلديات، هناك أيضا استطلاع راح نتابعه بعد ما أسألك هذا السؤال، يعني كيف تقيم أنت وضعية البلديات وعملية إذا كانت بلدية مسقط التي خططت والتي أيضا يعني ماضية في هذا الجانب لا زالت 40% إلى الآن ولا يوجد لديها وقت أو تاريخ أو
يوم معين إنها تنتهي في مسألة التحول الإلكتروني، فما بال البلديات الإقليمية في باقي محافظة السلطنة، كيف ستكون إذن عملية التحول الإلكتروني؟ حقيقة يعني شيء مؤسف حقيقة، يعني نسمع الآن كثير من الإشكاليات تأتي يعني من خلال بعض القرارات اللي ما تدرس بالطريقة الجيدة. يعني هناك إجراءات وذكرها يمكن الأخ عبد الله حاليا، هي اللي هي هندسة الإجراءات، وهذا أهم نقطة في التحول الإلكتروني. هناك كثير من الإجراءات غير محتاجينها، ما تحتاجها أنت، لازم يعني تقلص أول شيء من ناحية إدارية بعض الإجراءات المعنية وتعطي الصلاحية لبعض الأقسام أو بعض، يعني ما لازم المعاملة تروح ألف باء جيم دال، ممكن من ألف إلى دال مباشرة. نعم. يعني وتختصر بعض المسافات. هندسة الإجراءات الإدارية إنزين تتحول، طبعا التحول الإلكتروني يحول أي إجراء أي عمل، يعني ذاك يعني بالإلكترونيا. نعم. ما عندك أي مانع في تحويل أي إجراء معين إلى إلكتروني، ولكن أولا لازم التفكير في الإجراء أصلا، هل هو إجراء سليم؟ هل هو يختصر المسافة؟ هل هو ويجب أن نفكر بالناحية الاقتصادية. نعم. حاليا مثلا بلدية مسقط فتفتح طبعا صباح ومساء لإنهاء المعاملة، والزحمة لا زالت يتعطل طبعا، في كلفة إنزين، كلفة لفتح هذه القاعات في الفترة المسائية. نعم. كلفة موظفين، كهرباء، كلفة أصحاب، يعني حتى شركات الأمن اللي موجودة هناك، حتى يعني كل المسمى، يعني التكلفة هذه التشغيلية لهذا المبنى في الفترة المسائية ممكن تداركها إذا صبينا هذه المبالغ في إطارها الصحيح واللي هي الخدمة الإلكترونية. نعم. يجب علينا أن نهتم بذلك. شيء آخر، هناك إشكالية بين دوائر تقنية المعلومات أو مديريات تقنية المعلومات وبين الجهات الأخرى في الوزارات نفسها أو في الهيئات نفسها، كأنهم كل واحد يعني في مملكته الخاصة. الجهات الأخرى يعني أو المديريات الخدمية اللي تتواصل مع، يقول لهم على المديريات الخاصة بتقنية المعلومات، ومديرية تقنية المعلومات يقول احنا يعني الخدمات موجودة ولكنها غير مفعلة. وأصلا لماذا هذا الشيء؟ لأن المشروع لا ينتهي للنهاية، كل ما مشروع يجب بعد إنهائه يجب أول شيء في من مراحل المشروع تثقيف الموظفين اللي موجودين. نعم. عن المشروع، إظهار لهم الخدمات الإلكترونية، لأن الموظف هو اللي بيتواصل مع المواطنين. شيء آخر، كيفية نفس الشيء إيصال هذه الرسالة للمجتمع. نعم. هذا شيء ضروري جدا ونحن نفتقده، نفتقد أن نعمل مشاريع ننجح في المشروع ويترك المشروع يحتاج له فترة طويلة لحد ما يفعل، بعد سنة سنتين ثلاث، وهذه فترة طويلة حقيقة في تسويق لأي مشروع، خاصة مع وجود وكثير من مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا حاليا بلدية مسقط عندها موقع جيد في التواصل اللي هو واحد رقم التواصل هذا، ويستقبل شكاوي وما شابه ذلك، ولكني لا أجد يعني من يأخذ يعني بها، ما يأخذ، ممكن يأخذ ويستقبله، يعني كان لها تسويق جيد في الفترة الماضية، لكن وين موقع بلدية مسقط في مشاريعها المختلفة؟ يعني بس هو عبارة عن تلقي شكاوي واقتراحات، وين تسويق لخدماتهم؟ وين المبادرة؟ هل احنا بس ننتظر ردة الفعل او وين الفعل؟ هذا مثلا في بلدية مسقط. وزارة البلديات مثلا الاقليمية نفس الشمال نفس الشفاعة فعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومشكورة، لكن دائما هناك ردات فعل اكثر عن الفعل. احنا دائما ننتظر مواطن يشتكي ان هناك حفره، هناك نقص في خدمه معينه، هناك يعني هذا وش اسمه، ومن ثم وهذا واضح. يعني انتم يمكن طلعت في الفتره الماضيه عن وجود مثلا حطبه كهرباء في وسط الشارع. بس تصويرها وتسويقها الكترونيا يعطي حتى تتم ازالتها، تم ازالتها اليوم الثاني. يعني مستغرب، لازم يعني الناس يتواصل ويصور هذا الموضوع. في كثير من الاجراءات صارت حقيقه ما غير جيده، لكن احنا يعني تلزمنا مراجعه، يعني لازم نراجع هذا. اكيد كل المسؤول يرغب
في تقديم ذي الخدمات وكل ما حد ما يرغب، لكن وش الطريق المناسب لهذا؟ يعني أنا أتمنى حقيقة يعني الاهتمام في هذا الجانب بشكل أكبر من خلال ساعات. خلينا نتابع هذا الاستطلاع أيضا أعده الزميل شادان المندري. هذا طبعا نحن تمنينا أن البلديات تسمح لنا نصور في 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 إحدى البلديات في إحدى المحافظات، لكنهم رفضوا، وبالتالي صورنا في الخارج. إذن مشاهدينا نتابع هذا الاستطلاع. إذا كان موظف شخص واحد هو مسؤول عن في الصالة ما يكون موجود ويخرج، خلاص المعاملة ما تتوقع، انتظار لما يرجع هو رئيس البلدي يعني يقول لك بعد أسبوع تعال، جي بعد أسبوع بعد يقول والله ما مخلص، ما مطبوع، ما حد مسؤول قسم ما موجود حيث الوقعة. إذا كان موظف واحد ومراجعين ما شاء الله يعني كثيرين، تأخذ لك رقم تنتظر، تنتظر الفترة يعني ساعة بعض الأحيان ساعتين أو أكثر بعض الأحيان. الدار ما هي يعني الان النساء والرجال في نفس الصالة، يعني اخر في انجاز المعاملات تاخر كثير يعني بشكل مبالغ. رخيص بلدي تجديد اول ما تدفع له الرسوم تستلمه بعد 10 ايام. نقص الكادر الوظيفي، عدم اعطاء بعض الموظفين صلاحيات اكثر لتمرير المعامله تمر اكثر من مرحله، مراحل كثيره، وهذه المراحل هي اللي تعبنا، تاخر في انجاز المعامله. العقد ايجار جديد ياخذ لك من اسبوعين الى 3 اسابيع كاجراءات طبيعيه اذا كانت اوراقك سليمه. موظف طالع تتوقف المعامله، خلاص توقف معامله، انتظر لين يرجع الموظف. صالات الانتظار اللي هي قاعه انجاز هي مختلطه بالنساء والرجال. المكان غير متسع اطلاقا، هناك المكان ضيق بالنسبه للرجال والنساء تقريبا في نفس المكان، وبالنسبه للكاونترات قريبه بعض جدا، سواء الكاونتر المحاسبه او كاونتر تقديم المعامله، يعني مكان كثير ضيق، بطء كثير في انجاز المعاملات. يفترض ترخيص البلدي من يوم الى يومين بالكثير، انا عندي ترخيص بلدي تو عدى اسبوعين، هذا الاسبوع الثالث. الترخيص البلدي بكره تجي البلديه في الموقع وتخالفني، شغالين في المخالفات، قالوا هذا تعليمات. وتعليمات العالمين على الموظفين اللي ما يعرفوهم او المراجعين اللي ما يعرفوهم، واللي يعرفهم ترى هذا استثناء. تاخير في التراخيص وفي العقود يظلين 10 ايام او اكثر من 10 ايام. موظف واحد هو مسؤول عن ذاك المسمى في الترخيص، اذا غاب هالمسمى الموظف او الموظفه خلاص انا انتظر اسبوع او اسبوعين لحد يرجع هالموظف حتى يخلص لي المعامله. عندي معامله صار اسبوعين، كل ما اروح عند موظف يقول هذا فيه اشكاليه في الخطا في العقد. قلت انزين مين يتحمل هالخطا؟ انزين قال مرة قالوا لي لازم تروح تطبع من أول جديد، تقدم معاملة من أول جديد. أنا أضطر يعني أدفع مبلغ من أول جديد حال العقد وحال المعاملة. الخطأ ما خطئي أنا، الخطأ في اللي سجل المعاملة. انتظر الشخص يعني المسؤول أو الموظف اللي يجي عشان يشوفوا هالمشكلة. كل ما أروح يقول الموظف ما حد، الموظف في إجازة. الحين معقولة أنا أنتظر لحد ما يرجع الموظف من الإجازة حتى يخلص لي هالمسمى هالمعاملة؟ إذن مشاهدينا هذا الاستطلاع كان خارج محافظة مسقط، أستاذ مبارك يعني خارج محافظة مسقط يتبع البلديات. لا ألوم الموظف اللي كان يتكلم انه في خطا، لا الوم من الموظف يخطئ، يعني الموظف على 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 اذا كان موظف واحد على هذه المعاملات كلها لازم انه بيخطئ، لازم انه بيتعب وبيمرض وبياخذ اجازه اسبوع وينتظروا المواطنين، ولا الوم وزاره البلديات اذا كانت منعتنا من التصوير ايضا في احدى البلديات، ولا الومها ايضا من الحضور الى البرنامج، لانه هم معنى هذا الكلام انهم على درايه بهذه المشكلات، لكن لا يوجد لديهم، قد يكون لا يوجد لديهم حل، لا اظلمهم ايضا. كيف تقرا انت ذلك؟ حقيقه يعني من المؤلم جدا ان نرى ان تضيع هذا الوقت هدرا، وكما يعرف ان الثمن ان الزمن بثمن، فكلما ضاع دقيقه او ساعه او يوم من الاعمال انما ذلك يقابله مبالغ مهدره. كان ينبغي ان لا يعني يعامل المواطن بهذه المعامله، فالدوله لا زالت الحمد لله بخير وجلاله السلطان يحفظه الله أول من نادى في المنطقة بتطبيق الحكومة الإلكترونية. نعم. نادى قبل تقريبا 10 سنوات، بل أن هناك مرسوم سلطاني 69/2008 ينظم هذه العلاقة بين، وجاءت المادة الأولى بإسهاب وإطناب لكي تنظم. أين هؤلاء يعملون؟
خارج هذه الدولة. إذا كان هذا الأمر من جلالة السلطان يحفظه الله شخصيا ونادى بالحكومة الإلكترونية، طيب من الذي يطبق يعني على الأرض الواقع؟ ينبغي حقيقة أن تكون هناك دراسة استراتيجية وتقويم من أصحاب القهوة. نحن نأمل أن مجلس الشورى يقوم بدوره في هذه الناحية ويقوم بتقويم، لأنه نحن سمعنا من قال السلطان حفظه أن أعطى المجلس عمان الصفة التشريعية والرقابية. أين مجلس الشورى من هذه الرقابة؟ قبل ما أحول السؤال لسعادته خليني بس أقف مع مداخل عبر الهاتف معنا الأخ خالد بن محمد الكثيري، هو أيضا رجل أعمال. أخ خالد مساء الخير. مساء النور والسرور. استمعت للحوار، استمعت للمداخلات، استمعت للاستطلاعات، ايضا نتحدث عن التحول الالكتروني. يعني بلديه مسقط كان معنا الاخ عبد الله وافاد انه 40% الى الان من هذه الخدمات موجوده ومتاحه وهم ماضين في هذا الجانب. استمعت اظن الى الاستطلاع قبل قليل يخص المحافظات البلديات الموجوده في خارج محافظه مسقط. يبدو ان هناك فعلا اشكاليه اذا كان عقد ايجار ياخذ 3 أسابيع فقط لتوقيعه واعتماده، فقد يعني من واقع نحن كلنا نعرف عقود الإيجار وما يعني في حكمها، يعني 3 أسابيع هذا أعتقد أنها مدة أكثر من أنها تكون طويلة. يعني والله نعم في إجراءات، أنها إذا كان الموظف مثل ما ذكر الأخ عبد الله أن في أحيانا أنت لما تيجي وتكون مخلص العقد يعني يقولك الموظف ما موجود، تعال لنا بكرة، انت تكون رجال يعني ما عندك وقت انك تطارد هذه الامور الفترة، مع ان اجراءاتها سهلة يعني بالكثير انها تاخذ كلها نص ساعة. نعم شف، فما مستعد ان شخص اذا كان مشغول او عنده عمل اخر انه يصف على الطابور او انه يطارد الموظف اذا كان في اجازة على عقد ما يستاهل، يعني كلها نص ساعة يعني بالكثير ساعة اذا تأخرت يعني. فاحنا نطلب من الجهات المختصة بهذه الامور نعم تسهيل الأمور هذه عن طريق الأونلاين أو عن طريق الإلكتروني أو الإجراءات اللي هم أدرى فيها أنها تكون يعني ما في داعي أن الشخص. طيب خالد أنت رجل أعمال يعني وقريب من البلديات ودائما يمكن تتعامل مع البلديات، حدثنا عن تجاربك يعني معهم. والله أنا أكثر شيء يعني اللي احنا جربناه يعني اللي هو التصريح من البلدية في حالة أنه يكون عندك معدات وأنك تحاول أنك تنزلها على الموقع، لما تروح تفحص عند قيادة الشرطة يقولك أنا ما أفحص لك السيارة أو المعدة اللي تجيب لي ورقة من البلدية وهي كلها يعني ريالين، دافع رسوم ريالين. نعم. إذا ما جبت الورقة ودافع ريالين ما تخلص الفحص، يقولك تعال بكرة أنت وانت تكون محمل وعندك نقل وعندك مسافة تنتظر وتضطر انك تنتظر لين تجيب الورقة من البلدية على رسوم ريالين. فأي شخص مهما كان وأي مواطن ينظر للمدى انه تكون الإجراءات أسهل بكثير من هذه الأمور. نعم. يعني عملية الرسوم مفروض تكون عن طريق الإلكتروني يعني يعني تدخل عن طريق الإلكتروني وتدفع المبلغ بالبطاقة وخلاص يكون عندك التصريح يعني دفع الرسوم والورقة. وفرت الجهد ووفرت مال ووفرت أشياء كثيرة يعني للجهة كثير يعني، وإني أصب الطابور لين أحصل الرصيد ولين أروح من الشرطة للبلدية مسافة. طيب خالد انتم رجال اعمال وتجلسوا اكيد مع اصحاب القرار يعني من المسؤولين لهذه الاشياء وتقترحوا عليهم يعني انها تكون هذه المواضيع انها يعني يتعامل معها بطريقه افضل مما هي عليه الان، كيف تتجاوب معاكم هذه الجهات؟ والله هذه الجهات ما تجاوبت معنا ولا تواصلوا معنا. ما عندهم يعني ما فيها لجنه مختصه بهذه الامور اللي هي انها تحاول تطور هذه الامور مع أصحاب الأعمال أو الشركات الخاصة بالمشاريع اللي تخدم الدولة. نعم. مفروض هي تكون فيه لجنة خاصة متابعة لهذه الأمور. يعني إحنا كشركات يعني أصحاب شركات إحنا ننتظر من البلديات إنها تتصل بأصحاب الشركات تأخذ آراءهم، شو اللي بيستفيد منه الشخص، شو اللي بيستفيد منه المستثمر، شو التسهيل لهم. على شيء ما تكون فيه عراقيل
واضح الإجراءات. واضح جدا. خالد بن محمد الكثيري رجل أعمال، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. سعادتك يعني الأستاذ مبارك كان يشير إلى نقطة إنه مجلس الشورى والله عنده الصلاحيات التشريعية وعنده أيضا من الصلاحيات التي يعني أعطوا إياها، لماذا لا يستخدم مجلس الشورى هذه الصلاحيات في سبيل يعني تعديل هذه الأوضاع؟ طبعا مجلس الشورى في الفترة الماضية كان يستخدم الكثير من الأدوات الرقابية حقيقة، هي 8 أدوات رقابية وتم استخدام يمكن كلها في مع وزارة البلديات الإقليمية في كثير من المواضيع. طبعا لا ننسى دور مجلس البادية أيضا، مجلس البادية يقوم بدور كبير في تحسين الخدمات في خاصة في المحافظات وأيضا في محافظة مسقط. فالمجلس البادية له الدور في تعزيز وترتيب هذه الخدمات وإبلاغ المسؤولين في المحافظات وفي الولايات عن هذه الخدمات. أما دور المجلس الشورى يعنى بالدور التشريعي والرقابي على هذه الخدمات، هل هذه الإجراءات صحيحة تمشي بالطريقة الصحيحة ولا. أما تحسينها وما شابه ذلك هو دور أكثر يقع على عاتق المجلس البلدي. يعني ذكرت أن كلها استخدمت مع البلديات الإقليمية حاليا حاليا من السؤال البرلماني وطلب الإحاطة، وطبعا كان الاستجواب في آخرها. هي في النهاية احنا يعني مهما يكن يعني احنا نتوافق مع يعني الحكومة، نعتبرها نحن والحكومة مجلس الوزراء ومجلس الشورى هو في قارب واحد لمصالح هذا الوطن. احنا لما نستخدم اي أداة ليس القصد من هذه الأداة هو التقليل من شأن واحد من اصحاب المعالي وما شابه ذلك، هو فقط ان وجدنا مسار غير صحيح ونود ان تصحيح هذا المسار. احنا نرجع نعود مرة ثانية لموضوع الخدمات وتكاملها مع بعضها البعض. يعني حاليا خاصة خدمات البلدية لأنها مرتبطة بشركات الكهرباء، مرتبطة بشركات الهندسية اللي هي الاستشارات الهندسية، مرتبطة بحتى يعني بالقطاع الخاص، وأيضا مرتبطة بالقطاع العام اللي هي الإسكان مع البلديات مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه، هذه كلها مرتبطة مع بعضها البعض. قدر الإمكان يجب أن يكون هنالك تحول صحيح الإلكتروني، ليس كل فئة يعني كل جهة ممكن أنها تقدم بعض خدماتها، ولكن المواطن يعني مثلا مواطن صار له قضية معينة في الغذاء إلى من يتجه؟ إلى حماية المستهلك؟ إلى بلدية مسقط؟ إلى وزارة البلديات؟ أو أن المفروض أن هناك نصة واحدة يعني تتفاعل مع تنصب في هذه. ففي بعض القضايا هناك قضايا مشتركة بين الجهات، ويجب هذه الجهات أن تعي أن تكاملها مع بعض توفر الكثير من الجهد والوقت لدى المواطنين. نعم، أعطي آخر دقيقة للأستاذ مبارك. إذا استمعت أنه الأدوات التشريعية والرقابية يستخدمها مجلس الشورى، يكاد استخدمت كلها مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، فهم قامين بدورهم في هذا الجانب. نعم، نحن نأمل أن يقوموا بدورهم ونأمل أنهم يكون يعني يوضحوا ذلك أيضا المواطن لكي يعذرهم، لأن هنا الآن لا يلمس شيء على الواقع، هم يجتهدوا لكن ماذا على الواقع، ماذا تم، هل هناك من تنفيذ لما يذكرونه. ونأمل أيضا من طالما أن الحكومة لا تتجه، بعض الجهات الحكومية لا تتجه إلى المعاملات الإلكترونية، عليها أن تتصدى لطلبات المواطنين وأن لا تجعل المواطن يربط بموظف، وإنما يتعامل مع مؤسسة، يتعامل مع كيان مؤسسي، يتعامل مع وزارة، يتعامل إذا غاب موظف أو مرض أو ما معنى تعطلت الأعمال. فعليه أن يتعامل مع مؤسسة لكي يصل إلى خدمات مميزة. انتهى وقت برنامجنا أستاذ مبارك، أيضا نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة محمد بن سليمان الكندي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاقتصادية والمالية عفوا بمجلس الشورى، وهو ممثل ولاية نخل. سعادتك شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. شكرا لإلقائكم الضوء على هذا الموضوع المهم جدا. وأيضا شكرا للأستاذ مبارك بن مسعود الشبلي رجل أعمال وهو أيضا عضو سابق بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك أستاذ مبارك. إذا مشاهدينا، إنما يعيق تطبيق الحكومة الإلكترونية يتمثل دائما في عدم وجود المعرفة الكافية بأهمية الخدمات الإلكترونية ومردودها الإداري وغياب الرغبة الحقيقية في تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصالها بكل سهولة ويسر للمستفيدين منها من قبل أهل الاختصاص. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أرقام وحقائق.
نذكركم دائما بمتابعتنا عبر صفحاتنا سواء على تويتر أو أيضا على اليوتيوب. شكرا لكم، نلتقيكم الأسبوع القادم وأرقام جديدة وحقائق جديدة. إلى اللقاء.